حتى لو نحن ما بنآمن بإيمان الشخص الآخر، حتى لو مقتنعين إنه فكره غلط، سواء كان فكر ديني، فكر سياسي، أي فكر كان، أنا مش شرط أقتنع فيه، بس على الأقل أحترم وجهة نظره، أحترم حريته في التعبير، أحترم إنه هو إنسان ما بيفرق عني. لما يموت حد مش شغلتي أحدد وين رايح، في رب بحاسب. وإحنا دائما بنحكي إنه الله رحيم، الله غفور، ما حد فينا بيعرف هذا الشخص يلي مات شو كان جوا قلبه. كلنا بنحب إنه الناس الثانية تآمن نفس إيماننا أو نفس أفكارنا أو نفس معتقداتنا، بس لما هاي الناس تيجي وتشوف تعليقات عدوانية وتشوف كمية الحقد والكراهية والمسبات، مستحيل يآمن فيك ولا يمكن يآمن في إيمانك وهو شايف هالكره منك. لازم يكون في خطاب محبة، ولازم دايما يكون في أخوة في الكلام والتعامل عشان الناس تقدر تعيش مع بعض بسلام. وعشان إذا أنت بيوم من الأيام حابب الشخص الثاني تهديه لفكرك وإيمانك، لازم يشوف منك إشي حلو وجميل وإنساني. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذكرش أخوي من أي دين ولا من أي طائفة، حب للناس يلي بتحبه لإلك. بدل ما تقعد تسب الناس اللي مش من دينك في المنابر وتحدد مصيرهم جنة ولا نار وتقعد تفتي من عندك، ادعي لهم بالخير مش بالهلاك والموت، لأنهم بشر بيفرقوش عنك. الجنة دخلها ولا ما دخلها هذا بأمر من ربنا، مش بأمر متشددين على هاي الأرض. أنا مش بحاجة لرب ثاني يجي يحاسبني، اللي رب واحد هو أولى بحالي وأدرى فيه أكثر منك. فدع الخلق للخالق. مين أنت لحتى تحدد مين يدخل الجنة والنار؟ مين أنت لتحدد؟ يعني ربك حطك مكانه؟ عمرنا ما رح نتطور طول ما إحنا عندنا موروث عنصري وموروث طائفي ابن وسخة. أنا مش فاهم، عمرنا ما رح نتطور. ما كل واحد يركز على حاله ويركز على أفكاره ويركز على تفكيره ويركز إيش بده يصير بالدنيا. عارف شو بدك تصير في الدنيا؟ لا بالأول تقعد تميز بين الناس وتكون عنصري؟ مش فاهم أنا. عارف وين بدك تروح؟ عارف شو أهداف حياتك؟ ما تتحرك تعمل إشي في حياتك وتترك الناس في حالها، ودع الخلق للخالق. عشان هيك إحنا العرب عمرنا ما رح نتطور، عمرنا ما رح نكون إيد واحدة. حتى في البلد نفسها إحنا مش إيد واحدة. العنصرية في كل مكان، حتى في الجامعات موجودة، في المدارس موجودة، في التعليم موجودة، في البيت موجودة، وفي العائلات موجودة. عمرنا ما رح نتطور ولا نكون ايد واحدة. عشان هيك سهل احتلالنا، سهل يفرقوا بيناتنا. مليون موهبة قاعدة ببيتها وجماعة السخافة مشهورين. يا أمي ضحكت من جهلها الأمم، يا أمي ضحكت من جهلها الأمم. بنفكر حالنا عم ندافع عن حالنا، والحقيقة هي انه عم نأذي وندمر ونهاجم حالنا. بكل تصرف من تصرفاتنا نحن عم ننزل تحت وتحت وتحت، ولك حتى القاع يلي الناس بتخاف منه صرنا نشوفه عالي، صار القاع قمتنا وصرنا نشحد لقمتنا. ما حدا فيكم مهتم إن عشنا أو متنا، نرفع الجاهل فينا ونسخر من مبدعينا، نهاجم العنصرية ونحن عنصريين، نقرف من الطائفية ونحن طائفيين، نستهون بالزبالة والزبالة معبيتنا جواتنا. قبل ما تسخروا من الناس والعالم صلحوا حالكم. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، ويا قمامة اختنقت من رائحتها الأمم. تعريف الأخلاق حسب الفلسفة الليبرالية هي منظومة قيم بيعتبرها الناس بشكل عام جالبة للخير وطاردة للشر، وهي اللي بتميزه عن غيره. يعني الإنسان يلي بلا أخلاق مش إنسان، هو مجرد حيوان ناطق. وفي فرق كبير بين الفلسفة والفزلكة. الفزلكة هي إشي فاضي وقناع ثقافي مخادع، الفلسفة هي أسلوب، والحياة بيلزمها أسلوب بكل شي فيها، بالحب والصداقة والوطنية والوفاء والنقد والمدح وحتى الذم. لما ما يكون لحياتنا فلسفة معناها نحن عبثيين وعايشين عبث. في فرق بين الدفاع عن النفس وبين انه نظلم غيرنا لندافع عن نفسنا. في فرق بين انه نكذب لحتى ما نجرح حدا وبين انه نكذب لنجرح هالحدا. في فرق كبير بين انه نكون كوميديين هادفين وبين انه نكون ساخرين تافهين. في فرق كبير بين انه نحن كاملين عشان نساعد الناقصين وبين انه نحن كاملين عشان نسخر ونحبط ونكسر الناقصين. وفي فرق لما نفهم انه فيش حدا منا كامل وبين انه ندعي الكمال لنخفي النقص فينا. وبنهاية النهاية بدي أقول، هاي المجرة يلي نحن عايشين فيها عمرها 13 مليار سنة، يعني 13 ألف مليون سنة، وهاي الأرض يلي انت قاعد عليها عمرها أكثر من 4 مليار سنة. لو عاش الواحد فيكم عليها 100 سنة، فهاي 100 سنة بالنسبة لهاي الأرض رمشة عين. عمرك بالنسبة لعمر هاي الأرض هو ولا إشي، حدا مر وراح. فحاول لما تمر على هاي الأرض، إن كنت قاعد على كرسي منصب أو على كرسي خشب أو على الأرض أو على 100 خازوق، حاول إنك تمر بسلام وخير، حاول إنك تكون مهم، حاول إنك ما تمر فيها بس علشان تأذي ناس مروا معك. وتذكر دائما إنه رح تمر وبعدها رح تروح. فمر وروح بأخلاقك، مر وروح بإبداعك، مر وروح بإنسانيتك. والسلام علينا وعليكم.
فالأجدر بنا أن نغير المدافعين، لا أن نغير القضية. وهاي القضية هي أي شيء بتآمن فيه بحياتك، ربك ووطنك وشغلك وتيار سياسي أو اجتماعي أو ديني تابع له، أي شيء صغير أو كبير بتعتبره بمثلك فهو قضيتك. ولما بتدافع عن قضيتك كأنك بتدافع عن نفسك. بس قبل ما تبلش الدفاع لازم تفهم أنه أكبر عدو إلك هو نفسك، انت اكبر اعدائك، لانه ببساطة ان دافعت غلط وعملت من دفاعك هجوم وسخرية، فانت هون ممكن تسيء لنفسك وتسيء لقضيتك وتسيء للشيء اللي عم بتدافع عنه. كثار مثلا بيكونوا عم بدافعوا عن الدين فبيروحوا يسبوا اشخاص ثانيين ويحكوا على شرفهم وعرضهم عشان شو؟ قال عشان يدافع عن دينه. طب انت هون شوهته للدين يلي عم بتدافع عنه، ما هو الدين اولا اخلاق. صح اللالة؟ صح اللالة ولا مش صح اللالة؟ كثار يلي بدهم يدافعوا عن بلدهم او عن اي جهة سياسية بتخصهم بتلاقيهم عم يسبوا كل الجهات والبلاد الثانية ويخلوا الكل يكرههم، فهيك اكيد بيكونوا عم بضروها مش عم بدافعوا عنها. ويلي بدي اقوله بنهاية بداية الحلقة هو انه ما في غبي بالعالم بيعرف انه هو غبي. مثل البناية يلي متعمرة غلط، هي شايفة حالها بناية بس لما بتوقع على راس اصحابها وقتها بتعرف انها غلط. ليش؟ لأنه أساساتها مش صح. مثل كثار من البشر مش فاهمين إشي صح وما رح يعرفوا الصح إلا لما يوقعوا، وحتى لما يوقعوا أغلبهم مش حيفهم، حتلاقيهم بقمة السذاجة عم بيقولوا ليش يا ربي؟ ليش يا ربي؟ لماذا يا الله؟ وينسوا إنه أساساتهم هي اللي مش صح. بس هذا الفيديو والكوميرش هذا الفيديو يا جماعة الخير، مين حضر هذا الفيديو؟ أوسخ فيديو عرفوا التاريخ، فلنحضر معا هذا الفيديو، تفضلوا يا جماعة الخير. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا. 3 مليون تيس في الوطن العربي حضروا هذا الفيديو ومصدقين إنه حقيقي. 3 مليون واحد بفكرش بال على القرآن فسخطه الله وجعل منه 900,000 إيد ورجل. لا تخرج دون أن تكتب سبحان الله، وإذا خرجت فاعلم أن الشيطان قد اختصب أبو اللجام أبو اللجام في حمولة أبو أبوك. يخرب بيتكم ولكم يخرب بيتكم، 3 مليون مصدقين أنه هذا البوست حقيقي، كله داخل يكتب سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وفي ناس مبدعة بالكومنتس ما شاء الله عليها. ما شاء الله عليك يا شيخ الشيوخ. يا جماعة دزول العنوان مالها، أريد أروح أزورها على الله أهديه للإسلام. إيه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ولا في واحد تيس التيوس كاتب ده الفوتوشوب ما يقدرش على كده، ده الكمبيوتر ما يقدرش على كده، وحده رب العالمين هو القادر على الحاجات دي. يخرب بيت الباوربوينت والإكسل شت اللي علم إكسل شت أبو اللي جابه أبوك، يخرب بيتك. ده الكمبيوتر إذا جبته أنا حركب لك فيه راس تيس يفكر عنك يا تيس التيوس. ولكم ما بتفكروش ما بتفكروش انتم مصدقين انه هذا حقيقي؟ يعني هذا مصدقين انه حقيقي؟ أنا مش فاهم. يعني هذا لو انه حقيقي راح يكون أعظم اكتشاف في تاريخ البشرية. هذا لو انه حقيقي وأنا عندي شركة إلا أطر كل الموظفين اللي عندي وأجيبه يشتغل، هذا إذا سلمته 9 مشاريع بخلص لك إياهم في ساعات دوام يوم واحد فقط، راح يكون الموظف المثالي. هذا إذا مسك مسابح عمل فيهم هيك اللي يسبح عن الأمة الإسلامية كلياتها. مش فاهم أنا. هذا لو قرر يدرس دكتوراه اللي يبلش في الرسالة ايده الشمال التاسعة بيخلص الرسالة في رجله اليمين السادسة. مش فاهم انا. ولكم مش فاهم بتفكروش انتوا بتفكروش ما بتفكروا اي بوست بينزل اول ما تسمع ان الذي بتروح بتشير من غير ما تفكر. ما ممكن يكون حاطط قرآن مثلا مع اشي وسخ، ممكن يكون حاطط قرآن مثلا مع اشي يعني مخالف للدين. يعني ما بتفكروا؟ ولكم فكروا فكروا من شان الله فكروا. كل ما تشوف مثلا انظر سخطه الله وفلخ وابصر شو وضع له وابصر ايه، انظر الى السفينه التي كان يمارس عليها الناس الفجور والفسق، لقد اغرقها الله وغرقت ووقعت واكلتهم طحالب الخنطس تفسقش. مش فاهم انا. يخرب بيتكم. يعني انا مثلا على فرض تيس، انا تيس تيوس مثلكم مثلا، فتحت على الام بي سي احضر وطلع لي فيلم سبايدر مان وانا تيس تيوس مثلكم، تيس شفت سبايدر مان هذا هيك، انا يعني مثلا هيك حضرته شفته هذا عبالي مثلا اصدق انه حقيقي. سبحان الله انظر الى الرجل الذي كان ياكل الاندومي الكافره،
لقد سقطه الله على شكل عنكبوت، لا تخرج دون أن تكتب سبحان الله، وإذا خرجت فاعلم أن العنكبوت حطلق فيه شسمه شباكه. يخرب بيتكم ولكم تفكروا يا تيوس متايس، ما تفكروا إن عن مبداكم، مش فاهم أنا ليش دائما لازم نحاول نبين أنه ربنا مثلا حد شرير، ليش عم نحاول نبين أنه ربنا ظالم؟ ربنا محبة يا جماعة الخير، الله محبة، ربنا أن الله جميل يحب الجمال، الله جميل يعني، وديانتنا جميلة، ليش بنحط الأشياء اللي كويسة فيها والجميلة واللي فيها أخلاق عشان لما يشوفنا الغرب الكافر اللي على أساس أنتم مش عارف شو بتحكوا فيه يعني ما يسخروش منا، يغاروا منا مثلا. يا أخي حطوا ليش اللي منيح في حياتنا وفي الديانات، أنا مش فاهم. بالا على القرآن، شفتوا لما بيقول يا ابن الوسخة، شفت لما ربنا نزل سخطه، مش فاهم أنا يعني. يخرب بيتكم شو دجالين وكذابين، والناس اللي بتصدق هذا الحكي أتيس منها ما في يعني، ما تعلمتوش في مدارس؟ حتى دكاترة بتفوت تكتب. يخرب بيت أبوكم على بيت الكمبيوتر اللي أعطوكم إياه يا أولاد الوسخة.